السلام عليكم، اخباركم ايه؟ والله وحشني. النهارده انا معايا اقامه في المانيا سنه في جيبي دلوقتي، الحمد لله لسه مستلمها دلوقتي. قلت افرحكم وانا عارف ان انتوا هتفرحوا لي. خلينا النهارده نقضي يوم جديد ويوم حلو. بس في حاجه عاوز اقول لكم عليها، انا بعت العجله البيجو، بعتها ما خسرتش فيها، امبارح بعتها بالليل، بس اشتريت حاجه. طب اقول لكم على المفاجاه، خليني افرجكم على المفاجاه. اشتريت العجله دي بالكهرباء امبارح بالليل، بعت العجله البيجو واشتريت العجله دي امبارح الظهريه. ايه رايكم؟ قولوا لي، انا عارف ان انتوا هتفرحوا لي. لسه في كماليات ليها، هستلمها من صديقي، راجل محترم جدا، اشتريتها منه. الحمد لله غاليه مش رخيصه، محدش يقول العجله دي رخيصه، والله العجله دي غاليه جدا. انا مش عاوز اقول الرقم عشان محدش يقول ايه يا عم ده انت بتبالغ. بالكهرباء اهي، شايفين انا ولعت الكشاف بتاعها. هنا في رفرف هيدهوني، في اكسسوار تاني هيدهوني، الشنطه دي والنضاره دي خدتها عندي خوذه في البيت بتاعت العجله الاولانيه. والحمد لله العجله البيجو والله بعتها ما فيها الهوا، الراجل اللي اشتراها شافها انبهر بيها جدا، والحمد لله الصفقه تمت بنجاح. خلينا بقى نتفسح ونشم هوا بقى، ما احنا قاعدين سنه بقى ومبرطعين في ام البلد دي، اما نشوف اخرتها. صحيح، في كورس هبداه اللغه الالمانيه يمكن الاسبوع الجاي ان شاء الله، علاوه على تسريح عمل لمده السنه مع الاقامه. يعني ان شاء الله باذن الله بنشوف عمل، وان شاء الله باذن الله يبقى حالنا افضل من كده بكتير. ودي العجله الجديده. انا عارف انتوا كتير قوي هيفرح لي، الحمد لله مستوره، ودايما بقول لكم مستوره، ودايما تقول الحمد لله عشان ربنا يزيدك. العجله اهي نوعها ماشي، يلا نتفسح. صباح الفل، سامعين؟ سامعين الحلاوه؟ الحلاوه والطعام، يا رب بص ما نقعش. استنوا بقى اركن على جنب. استلمت الاقامه دلوقتي من اداره الهجره، قلت بقى نعمل اي واجب معاكم ونجري بقى ونتفسح وننطلق قبل ما نشتغل وننشغل. دي الحاجات اللي انا كنت بحضر لها الكام يوم اللي فاتوا، انا كنت مشغول جدا، والحمد لله برضو عشان ما انقطعش على حضراتكم كنت مسجل حبه فيديوهات حلوين كده يستاهلوا بقكم في السوق وكده. ان شاء الله الفيديو ده احتمال تشوفوه النهارده طازه. النهارده كام؟ والله ما عارف النهارده كام يا جماعه، بس هو النهارده هتشوفوه ان شاء الله اونلاين يعني مباشر. والله لما بتقول الحمد لله ربنا بيزيدك، الناس بتستغرب ازاي انا متحمل وصابر ده كله عشان هذه اللحظات، ان ربنا في الاخر بيكافئك بشيء بيريحك. اشتريت في الاول العجله البيجو، حرفتني شويه بس صلحتها وخليتها جميله، وربنا كرمني بالعجله دي الجديده نوفي لانج، يعني صاحبها لسه شاريها ما بقالوش شهرين تقريبا، بس مش عاوزها، عاوز يشتري حاجه ثانيه. قلت له خلاص انا هاخدها منك، والحمد لله اتفقنا على السعر، والحمد لله وديته الفلوس والموضوع انتهى، حتى ليها نمر وعقد هيسجله لي في الشرطه يوم الثلاث ان شاء الله. يعني الموضوع خلاص بقى في الكتمان زي ما بيقولوا. انا عملت الحاجات دي عملتها عشان قلت استعين على قضاء حوائجي بالكتمان واشوف اخره الموضوع، وفعلا لما ما اتكلمتش مع حد الحمد لله ربنا كرمني اخر كرم. الحمد لله يا جماعه، والله انا اكتر انسان مش عاوز اقول اتأذيت، بس اتأذيت في المال. الحمد لله 60 داهية المال، ولكن دايما بقول الحمد لله عشان عندي الصحة اللي تقويني تخليني انتج، اللي تخليني امشي. دايما اصور لكم بقى العجلة، العلبة دي صحيح او الشنطة دي للتليفون والعدة، وفي حاجات كتيرة جدا تحطها هنا، وللتليفون جزء للتليفون كمان بسوستة، وعلاوة على النضارة بتاعت العجلة. كل ده انا خدته هدية من الراجل اللي هو اشتريت منه العجلة، انسان قمة الاحترام والادب، على فكرة سوري. تحياتي لكل سوريا واهلها، وكل الدول العربية واهلها وناسها المحترمين اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، واكيد فرحانين ليا زي ما انا فرحان دلوقتي. الحمد لله، قول الحمد لله، بس قولها من قلبك. لما تقول الحمد لله مش تقولها مجرد هي كلمة بتقولها، لا، قولها وخلي قلبك يحس بيها ان انت راضي بالابتلاءات اللي بتحصل لك في الدنيا. حابب اوريكم اسعار العجلة يا جماعة الكهرباء، مش عارف بقى العجله باينه ولا لا، ولكن حاولوا تشوفوا. العجله دي ب 3000 يورو،
العجله دي ب 3400 يورو. العجل الكهرباء هنا غالي جدا يا جماعه. العجله المستعمله بتتباع ب 2000 يورو وب 1500 يورو. وصلت لكم؟ فالحمد لله رب العالمين. بصوا عجله ثانيه بكام؟ ب 2099 يعني 3000 يورو كهرباء. واخدين بالكم؟ استنى اصور لكم من جوه. دي العجله اللي احنا شفناها من شويه من بره، والاسعار انتوا بقى ايه اعرفوا. العجله الاولانيه اخر عجله، دي العجله اللي قبل الاخيره اللي هي ثمنها 3400 يورو. دي اللي هي تقريبا ب 3000 يورو. طبعا المحل كله عجل، بصوا 1300 او 1400 1350 عليها خصم 40%. هي العجله دي اهي ماشي 1600 ولا 1700. بصوا يا جماعه العجل عامل ازاي. العجل هنا وخصوصا الكهرباء غالي جدا غالي جدا. عجله كهرباء ثانيه شايف بكام؟ ب 3400 يورو. عجله شبه بتاعتي بالظبط تقريبا ب 3000 يورو اهي. يعني انا بطاريت دي برده هنا اهي، شايفين؟ شايفين يا اخوان؟ عجل كتير. ده معرض عجل بقى. عجله كهرباء ثانيه اهي اهي داخله 3000 يعني 2900 3200 اهي كهرباء برده. دي كهرباء البطاريه هنا. وخلي بالكم كل العجل اللي هنا ما فيهوش زي ما كنا في اوكرانيا بنزين تدوس كده يجري، لا بدال تبدل العجله تجري. فاهمين؟ شايفين كام؟ دي عليها خصم 40%. يعني دي تقريبا ب 1700 يورو تقريبا. لا مش 1700، حوالي 1800 1900. 40% هم اللي كاتبين 40% تقريبا النص. بصوا السعر بقى، الحمد لله السعر ده موضوع تاني. شايفين دي ارقام؟ ده يورو يا جماعه يورو. شايفين العجله دي بتقريبا ب 1000 ب 2000 ب 2650 3000 يورو اهي. عجله عاديه جدا اهو. في العجله دي يعني انا ما شفتش حتى ب 1200 يورو، ما فيش يعني 1200 يورو ما لقيتش. تعالوا بقى اقول لكم على ميزات العجله اللي معايا. واديكم شفتوا العجله اهون. والبطاريات بص البطاريه داهيه شايف؟ 3000 يورو عجله. بص العجله دي ب 3000 يورو. عجله اطفال يعني، هي حريمي اكتر يعني. عجلتي الحمد لله جديده. دي البطاريه بتتشال، بتتشال بمفاتيح معايا. المفاتيح بتاعتها استنى اوريها لكم. المفاتيح بتاعتها اهي شايفين؟ دي بتتفتح من هنا اهي، مفتاح اهو كده. البطاريه دي بتتشال تشحن في البيت، ما تاخدش العجله معاك البيت. متربه خلي بالكم اهي، ده نظيفه جديده نوب ما شاء الله ما شاء الله. بص التراب، بص عامل لكم كده. بس انا سبتها امبارح في الشارع فالدنيا عفره وبتاع، كل الحاجات اللي فيها شومانو زي العجله اللي في اوكرانيا شومانو برضه. الحمد لله الحمد لله. قلت استريح هنا، جبت عنب لونين، جبت كبده، جبت بهارات، جبت اللب اللي هو بتاع البطيخ ده جميل قوي. انا عاوز اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها، ايه رايكم؟ استنى. بصوا اشتريت الحاجات دي ب 13 يورو. بس خليني اوريكم العنب ده. العنب ده لونين مع بعض، قلت اجيبه ب 1 يورو مش غالي. جبت كبده ب 3 يورو. جبت بهارات بقى للحمه والشاورما. ايه والسبع بهارات بيقولوا عليها، الواحد ب 2 يورو. جبت بقى اللب البطيخ ده، كنت جبته قبل كده قبل رمضان حلو. جبت كمون، ده كمون. جبت بقى المفاجأة، المفاجأة بقى يا جماعة، اسقيني من حبك وحنانك، البرنجان. بصوا البرنجانة قد إيه، بصوا البرنجانة يا جماعة. لا بصراحة البتنجانة يعني ما شاء الله. دول تقريبا مش فاكر بيورو ونص أو حاجة كده، لا بيورو ونص، بيورو ونص أيوة. والحاجات دي كلها تقريبا ب 13 يورو يعني. الحمد لله. وما زلنا قاعدين جنب الدراجه في الحته الضليله. بس مش هقول سعرها عشان ايه؟ عشان انتوا حبايبي مش اكتر. وفي ناس، في ناس تاني مش حبايبي. لا والله كلكم حبايبي، انا ما بكرهش حد اصلا يعني. ربنا يسهل. لسه بقى يوم الثلاثاء نعمل الاوراق وكده. انا في شارع العرب او في منطقه اللي هي موجود فيها العرب بكثره، في كل حاجه تخص الدول العربيه وخصوصا السوريين والعراقيين. هتلاقي ليهم حاجات هنا. في محل اسمه بيت جده ورا الشجر ده كده، وفي محل مش فاكر اسمه الياسمين ولا اسمه ايه في الشارع ده.
بيبيع برضو خضروات طازه، كل حاجات فريش يعني ما شاء الله عليهم. فرحتي مخلياني والله سعيد جدا ومبسوط وسعيد ان انا كمان قلت لكم اخبار حلوه. يعني الواحد حياته هتستقر بعد ما انا كنت قاعد واخد اقامه شهر وبعدين اعطوني شهر تاني وقرب يخلص الشهر، وفوجئت ان انا معايا اقامه سنه، موجود هنا سنه لمده سنه بصفه قانونيه، يحق لي اشتغل، يحق لي ان انا اتعلم لغه، يحق لي حاجات كتيره قوي انا سعيد بيها، لان ربنا عوضني الخسائر اللي انا خسرتها، مش قصه ماديه، ربنا عوضني الراحه ان انا استريح لمده سنه، يمكن الاجل ينتهي بعد السنه، الله اعلم الواحد هيموت امتى، ولكن انت معك سنه تعيش من غير صداع. فعارف الحكايه دي تخليك انت من جواك قلبك بيتنطط زي الاطفال. فاقول ايه بصراحة، مش لاقي كلام اقوله وانا قاعد في المكان الفخم ده الهادي. طبعا المكان ده بيتزحم وكنت صورت فيه قبل كده، وكان البنات بيلعبوا هنا، وكان حاجات كتير قوي حاصله يعني. فقلت بقى النهارده لازم اعمل اكله كده يعني على مزاجي يعني. اسهل حاجه ايه؟ الكبده. رحت جايب كبده فراخ، وطبعا البهارات دي لا غنى عنها، والكمون، الحاجات دي كانت ناقصه عندي مش موجوده، فقلت اجيبها بالمره الحمد لله. طيب عاوز اقول لكم على حاجه، انا الفتره اللي فاتت دي يا جماعه كنت بشتغل، بس ما كنتش بشتغل بصفه قانونيه، الحمد لله دلوقتي يحق لي ان انا اشتغل بصفه قانونيه، ولكن الفتره اللي فاتت دي تقريبا حوالي 10 ايام كنت شغال وعامل حاجه كده الحمد لله، وكان بتكسبني كويس جدا، يعني عوضتني بعض الخسائر والمصاريف اللي انا صرفتها الفتره اللي فاتت. ده الحاجه اللي انا قلت لكم يا جماعه انا بشتغل في فيديو قبل كده، وقلت ان انا مش هقول كنت بشتغل ولا لا، بس انا دلوقتي قلت اهو ان انا بشتغل. يعني الحمد لله الى حد ما ما عنديش خسائر، بس بالعكس يعني كسبت بعض المال كويس، ظبط معايا الكلام بصرف النظر عن المصاريف اللي انا صرفتها في الفتره السابقه. يعني ده اللي حصل لي في الكام يوم والنهارده والحمد لله. حد يقول لي فين الشنطه البيضة؟ شنطه الكبده بيضة خالد وقعت منك؟ لا، حطيتهم الاثنين مع بعض، الشنطه دي اقوى فعشان ما تقعش. انا معايا شنطه ثانيه اللي انا كنت شاريها فاكرينها بيورو، موجوده معايا مش عارف هنا في الشنطه هي اهي موجوده. يلا، فمش عاوز اطول عليكم اكتر من كده عشان عارف الانترنت في الدول العربيه يعني بعافيه. يا رب ربنا يكرمكم بواي فاي مفتوح الانترنت، وربنا يسعدكم دايما ويفرحكم. بص انا قاعد في حديقه في الشارع، انا وقفت فيها اول مره اقف فيها، والناس بقى كتير، بس طبعا النهارده يوم شغل، النهارده الاثنين برضه، ده بالمناسبه عشان تبقوا انتوا عارفين يعني. والناس حاطه عجل، وفي بعض الناس قاعده بتدخن سجاير وبتاع كده، والحياه جميله. يلا مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده عشان مش عاوز احمل عليكم، انتوا حبايبي وانا بحب لكم الخير. اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم، قولوا لي في التعليقات بالله عليكم لو فرحانين قولوا لي فرحنا لك من قلوبكم، وادعوا لي عشان انا بدعي لكم بظهر الغيب دايما. ربنا يبارك في عمركم، ربنا يرزقكم من الارض للسماء خير ورزق، ربنا يبارك في حياتكم، ربنا يبارك في اولادكم، ربنا يبارك في اسرتكم، ربنا يبارك في مالكم. اقول لكم ايه؟ ربنا يكرمكم، واللي ما سافرش عاوز يسافر ربنا يكرمه ويسافر، اللي عاوز يشتغل شغلانه احلى من الشغلانه بتاعته دي ربنا يرزقه هذه الشغلانه. بحبكم جدا، خلي بالكم من نفسكم يا عرب. تحياتي، سلام عليكم، اشوفكم على خير.